المصري شخصية صانع ابن الجميزة أو سلوحي. طبعاً مش دعب فيلم سلوحي والقصص اللي عمال يتحكي يعني. لأن احنا دايماً لما هنتكلم خلونا نكون بنتكلم بنوع من الحيادية. يعني مش خلونا نتكلم أقولي مثلاً الإسكندر مثلاً، لما هنيجي نتكلم عن فيديو عن الإسكندر بناء على طلب بعض حضرتك هنحكي قصة حياة الإسكندر، هنحاول ناخد المصادر التاريخية اللي اتكلمت عن الشاب ده، عن الراجل ده، عن ده. مش هنقعد بقى نحكي الخرافات اللي بتقال. انا مش بنعمل فيلم سينمائي يعني. انا لما نكلم بتوع السينما يقول لك ايه الحبكه الدراميه يا فلان عايز، لا انا الحبكه الدراميه ماشي بس ما تخرجنيش وتدخلني في حدوته او حيز، انا مش بحاجة. طيب تعالوا مع بعض نشوف القصه بتاعتي. سينوهي، سينوهي مربي اولاد الملك، المشرف على الحرير، المتصل بالقصر الملكي، شخص له مكانه كبيره جدا في القصر وله يعني حيثية قريب جدا من الملك. الملك كان بيحبه جدا من الحياة الأول، وعلشان كده لما خرج ابنه ثلثرث الأول عشان يحارب على حدود مصر الغربية قبائل التمحو والتحينو اللي كانوا على بوابة مصر الغربية، عمل ايه؟ قال لسنوهي روح معاه يا سنوهي، روح معاه يا سنوهي. سنوهي راح معاهم، راح سنوهي معاهم. بصوا بقى شخصية سنوهي الجميلة. سنوهي وهم هناك جه خبر لثلثرث الأول، أبوه مات. ابوك قالوش مات بقى، قالوا ابوك صعد الى السماء وطلعت زي ما بنقول احنا بالبلد في مصر. الولد مرضيش يقول لحد، المهم بيدور حليب ما لقاش سبيل، مع ان سنوهي قريب ليه. رجع يجري على مصر، قالوا كان كالصقر حورس حيناتي. على فكره اللي بيحكي ده سنوهي نفسه. سنوهي بيقول ولكني لم اقعد معه. ليه يا عم سنوهي؟ ما انت كنت كويس، ما رجعتش ليه؟ سنوهي قريب من حريم القصر، فيبدو انه سمع باللي الستات كانوا مدبرين، وما يعرفش الملك مات ازاي، لكن رجوع ابنه متخفي متستر ما قالش للجيش وهرب، قال لك يبقى ربما انه كان في مؤامره، وربما هيجوا بقى الحريم والمتصلين بالحريم رجلتي. سنوهي اداني مصدر تاريخي مهم جدا، قال بلاد شالتني وعديت على اسوار الوالي وكنت بستخبى الجنود. عارفين حضراتكم لو متخيلين المنظر، الجنود هما بيحموا على حصن او على سور سجن او على سور حد، وهو ماشي في الافلام تلاقي اللي عايز يهرب منه تاني واقف لما يعدي يقوم يعدي وراه عشان ما يشوفوش. اسوار الوالي اللي عملها امن الحياه الاول وكانت على حدود مصر الشرقيه، ومش وذكر تعبير غريب جدا سلوك، ذكر تعبير الحاو نبو، بص البحر ييجا وصل في الحدود دي، وصل على البحر المتوسط وعدى وعاش. ثلثرث الاول رجع مصر وابتدى يحقق. وثلثرث كان ذكي، خد ابوك، خد اللي حصل مع ابوه. الله اعلم بقى ابوه مات او ما ماتش، لازلنا مختلفين على الجزئيه دي، او يعني انتهت المؤامره بموت ابوه. لكن الجميل بقى ان ثلثرث قال ابويا علمني ما امنش ما ثقش ما من من، وعلمني ابويا حاجه، ما من شجاع بليل، ما تبقاش قاعد بالليل والدنيا ضلمه ومتخيل ان انت هيطلع لك عفريت تقول له انا اهو، مش هتقدر، هيبقى عندك مقاومه للشخص، لابد انك تقف ضده، لابد انك تقاومه. كان الشخص ده او المقاومه دي هي الشخص والمقاومه الكبيره اللي قام بيها ثلثرث. وعمل ايه ثلثرث بعد ما امن دي بقى؟ عمل حاجه، قال انا خارج، ولاول مره نذكر التعبير ده في النصوص المصريه، ار سي اوسخ تشو نو كم، ار سي اوسخ تشو نو كم، عشان اوسع حدود مصر. وقال انا رحت لغايه كوش، يعني نزل لغايه كوش امن حدودنا الجنوبيه. سنوهي فين في الفيلم ده؟ سنوهي عاش بره واتجوز ومتابع، ولكن بيكتب سنوهي عمال يكتب في نصوصه وفي سيرته الذاتيه او ذكرياته، يقول ولكني كنت احلم بمصر، اتذكر مصر، انعم على ما قام به الملك. وفي الاخر بعت لثلثرث الاول قال له هل تاذن لي بان اعود الى وطني لاعيش فيه؟ هل كان عايش بره كلاجئ سياسي؟ هل كان عايش بره كواحد هربان؟ هل ثبتت براءته من تهمه؟ لكن سنوهي دي قصته الحقيقيه، رجع مصر واتدفن فيها، ويبدو انه لما رجع كمل القصه بتاعته بموته او بالجزء الاخير من حياته على ارض مصر. سنوهي واحد من الشخصيات المهمه جدا، محوريه اللي عليها لغط كتير في التاريخ، والاسم عجب ناس فعمل فيلم عن شخصيه تانية وحاجه غريبه، لكن يبقى سنوهي واحد من الشخصيات التي لعبت دورا في عصر الأسرة الـ12 دورا مؤثرا وكبيرا، وعلمنا منها ببعض المواقع الاستراتيجية لمصر التي لم تشر إليها أي مصادر. الأسرة الـ12 اللي بدأت بأمنحات الأول، اللي نقل العاصمة من طيبة لقيس الطويل قابضة على الأرضين الليشت، وعمل زراعة وعمل قوة، وابنه ثلثرث اللي أشرنا له إن هو وسع حدود مصر ونزل كوش كأول ذكر لتعبير كوش في النصوص المصرية، ووسع الحدود وابتدت مصر تعيش قوية.
ما قدرش الملوك الاوائل دول ان هم سواء من امنحات او سنسرت او حتى من امنحات الثاني وسنسرت الثاني ان هم يوقفوا المكتسبات والامتيازات اللي حصل عليها الموظفين والافراد من عصر انتقاليه، وهي توريث المناصب، القوه بتاعتهم، النفوذ اللي حصل عليه في اقاليم. الملوك كانوا ماشيين معاهم وسايبين الحاجه، يعني مع الوقت تحولت الامور دي من رغبه في الهيمنه الى حق مكتسب لغايه اما جه سنسرت الثاني. سنسرت الثالث لما جه لاحظ الامر ده راح نزل على مناطق الجنوب سمنا وقمنا وعمل تحصينين، بل قدس فيهما، مش عايز اقول عبدا، قدس فيهما، قدس واصبح واحد من الارباب المقدسين في هذه الاماكن. سنسرت الثالث ابتدى يصور فنه، قمه وقيمه المدرسه الواقعيه في الفن المصري، المدرسه الواقعيه الشكل تكشيره اللي بتعبر ان يكون الفن مراه المجتمع. عمل ايه سنسرت الثالث؟ راحوا له بقى بعض الموظفين، انت الرب الاعظم، انت الاله، انت ابتدوا يخشوا له من باب ده. راح عمل ايه سنسرت في تمثاله، اتصور في تمثال في المتحف المصري، راكع، قاعد راكع على الارض، عايز اوصل رساله، اوعى تضحكوا عليا وتقول لا انا بركع زي زيكم على الارض قدام الاله الاعظم، انا بعبد الاله الاعظم، انا واحد من خدم وعبدت هذا الاله، محدش فيكم يقول لي انت وانا والكبر والصغر والكلام الكبير، لا، نحن كلنا تابعون للاله الاعظم ونعمل من اجله. بل انه كان يعاقب المخطئين من الموظفين، كان يبعدهم، كان يأتي عليهم بالكثير من الأمور التي توقف نفوذهم. لم يجعل مناصب حكام الأقاليم وراثية، حكام الأقاليم كان الواحد فيهم يتولى المنصب، ومع الوقت ابنه كبر انت بعدها تاخد المنصب. طب هنرجع ناخد إذن من الملك ولا الملك ولا بتاع؟ العملية ودي، العملية أصبحت ودية والملوك أصبحوا متقبلين. سنسرت الثالث لما جه لم يجد أن هذا الأمر مقبولا على الرقوي، قدر انه كمان يوقف نفوذ العمال. انتوا عارفين ان العمال في اللاهون اللي قعدوا من المنحات الثاني وسنسرت الثالث كانوا وصلوا لمرحله من النفوذ قوي جدا، وبداوا يبقوا شوكه ثانيه جوه المجتمع. قريه العمال او مدينه العمال، مش قريه، مدينه العمال اللي في اللاهون، قدر ان هو يفض المدينه دي او قدر ان يفض من عضدها، حبينا نقول، ويخليهم يعني بنقول بالبلدي يكسر شوكتهم او يكسر عظمهم، يعني في حرب تفتيت العظام، هو كان بيفتت العظام لهؤلاء الاشخاص وابعدهم تماما، وقدر ان يوقف نفوذهم وينتهي. سنسرت الثالث ملك، اعتبر سنفرو قبل منه معبود له، قدس سنفرو، لان سنفرو كان ملك طيب محبوب، ولكن كان ملك حاد، عمل بوابه على حدود مصر الغربي الشرقيه، قال عليها من يقترب من مصر يقترب كنب معد، يقترب من بوابه سيد العداله، اي انك لن تدخل مصر الا بسياده العدل وبقوه القانون التي تسمح لك بالعبور، مصر لن تكن نهبا مشاعا لاي شخص في وقت من الاوقات. سنسرت اعتبر ده معبود، قدر انه يحصن مناطق الجنوب، قدر انه يعيد لمصر قيمتها وقامت القصر الملكي والسلطه المركزيه، ظهر ده بقوه في تماثيل الفنيه. عشان كده لما تروح المتحف المصري او متحف الاقصر او اي متحف فيه تمثال لسنسرت الثالث، اول ما بتشوفه انت جاي من بعيد ده سنسرت الثالث، تكشيره، الودن الكبيره، النظر، هو مش كده كبير في السن وصغير، وهنا بيعبر عن الفن مراه المجتمع. ما انا مش هعرف اضحك والبلد بتخرب، مش عارف اتصور، مش عارف اقول دوكا او اتصور الملك واقف بشكل قوي. سنسرت الاول عملها في العشر تماثيل بتوعه بالابتسامه بتاعته بالمدرسه المثاليه، لكن سنسرت الاول كان بيحاول يوصل رساله في وقته ان الامور هاديه والامور مطمئنه، وان ابويا ما ماتش، ده ابويا ساب لي تعليم قويه انا همشي بيها، ومش حب وحاف وتسامح وحب حد. لكن سنسرت الثالث كانت حربه مش ضد اللي في القصر، حربه كانت ضد الاداره، كان لابد أن يوقف الإدارة عند حدودها ليستطيع أن يسيطر ويهيمن على مصر. علشان كده استحق سنسرت الثالث أن يكون أحد أعظم الحكام وأحد أعظم الشخصيات التي أثرت في تاريخ مصر كثيرا، حتى أن بعض ملوك الدولة الحديثة كانوا يحتذون به ويعتبرونه نموذجا يسيرون عليه إذا أرادوا أن يحكموا مصر بشكل قوي. هذا هو سنسرت الثالث، أحد العظام في تاريخ مصر القديم. شكرا لحضرتك.